مين اللي بيضحكك كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هتعمل ايه هنا؟ من الافلام العربيه الممنوعه من العرض واللي رفعت شعار للكبار فقط. الفيلم اتمنع من العرض التلفزيوني لكثره المشاهد الخارجه والجريئه وكمان مناقشته لقضايا مثيره للجدل وربما تمثل الواقع، زي زوجه بتخون زوجها المسجون وزوجه بتخون زوجها العاجز جنسيا. ابو سيد اخبارك؟ مخبر بيستغل سلطته وبيفرض سيطرته في الاماكن العشوائية، وبنت بترتبط بقلاية حب مع شاب وبيكون هدفها الزواج، وكل ده في قالب درامي كوميدي. راح فين انتي؟ هقيل جنبك شوي. مالك يا راجل؟ لا معلش، التعميرة اللي انا شاربها دي تشتغل بالليل بس. بتدور احداث الفيلم على فرحان اللي بيجسد دوره فتحي عبد الوهاب، بيجي من اقصى الصعيد عشان بيشتغل في القاهرة حاملا للشهادة الثانوية العامة، بيحلم بعالم جديد ونجاح لم يجده في قريته الصغيرة، إلا أنه بيضطر للسكن في حي عشوائي وبيقابل فيه نماذج إنسانية كتيرة فقدت براءتها. بيسكن فرحان عند إحسان اللي بتجسد دورها لبلبة اللي بتبيع الكشري مع بنتها فتنة اللي بتجسد دورها ياسمين عبد العزيز. بترغب فتنة بالزواج من فرحان، لكن بتتصاعد الأحداث وبتقع بين إحسان وفرحان علاقة غير شرعية، وبكده لا يجوز له الزواج من بنتها فتنة. فيلم فرحان ميلازم ادم من انتاج سنه 2005 من اخراج عمر عبد العزيز ومن تاليف محسن زايد، بطوله لبلبه وفتحي عبد الوهاب وسامي العدل وحسن حسني وياسمين عبد العزيز وحجاج عبد العظيم.